وبيديه نستهي بهذا الاجتماع المبارك قبل سبب المقام المبارك والسؤال العملية والمبارك لابد أن أتوجه للشكر والإمتنان للسيد باشا بشريه طمانا والصدر الأعضاء والموظفين الجنائيين على تلبيتهم والحضور المشاركة في الإشراف هذه الدورة كما يسعدني من هذا المنبر أن أتقدم بأجمل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعلى الخمس باليمن والخير والبركة وأن يجعل هذه المناسبة خيرا وبركة على أولي المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وعلى الشعب المغربي قبله كالعادة لابد وطبقا لما تنص عليه القوانين جريمة العمل وخاصة بعد قبل بهم جلسة المجالس الجماعية والتي تشترط على الرئيس تقديم خلاصات واستنتاجات للثورات السابقة. إذن لابد لي بداية أن أشكر الشكر الجزيل السيد عامر إقليم الصويرة ورئيس لجنة إقليمية المبادرة التنمية البشرية على برمجة وفتح أطرفة مشروعين مهمين بالنسبة لجماعة تمام وهما طريقين سيعودون النفع للجماعة لنا وخاصة الفئة المتمرسة منها كما أشكر السيد باشا على ما قام به من جهودات جبارة في هذا القطاع كما أود أن أشير إلى المجهودات الجبارة التي يقوم بها السيد عبد الرضان في السلطة المحلية من أجل زويل باقي الصواوير للجماعة والماء الصالح للشرب. كما أنوه أيضا بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها كل من مصالح العمالة ومصالح الوكالة الحضرية للصويرة من أجل الخروج بتصميم هيئة للجماعة لنا والذي يأخذ بعين الاعتبار الشق التنموي. إذا كذلك سأسرد على الحضور الكريم النقاط التي تداولنا بشأنها خلال دورتنا الفارقة بشهر فبراير 2023 منعقدة بتاريخ 7 فبراير 2023 والتي تناولنا من خلالها النقاط التالية عرض برنامج الفاقد للمالية الناتجة عن تدبير السنة المالية 2022-2023 التداول بشأن المصادقة على تحويل سيارة إسعافنا وميتسوبيشي إلى سيارة مصلحة الشرطة الإدارية. التداول بشأن المصادقة على تحويل سيارة إسعافنا كونغو إلى سيارة نقل الأموات. انتخاب مدير جماعة ونائبه في حاضرة لجنة إدارية مكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العملية في 2023. التداول بشأن المصادقة على فسخ اتفاقية شراكة حول إصلاح وتأهيل وتجهيز المركب الرياضي لتمنار وملحق هذه الاتفاقية المبرمة بين مجلس جامعة تمنى وزارة الشباب والرياضة ومجلس جهة مراكش أسفي والمجلس الإقليمي الصويرة وحسب الخصوصي المدار للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. النقطة السادسة تداولنا بشأن المصادقة على فسخ اتفاقية شراكة حول إنجاز نفس المشروع إعادة بناء حائط الملعب الجماعي لتمنى في شكل حائط لقائي المبرم بين مجلس جامعة تمنى وحسب الخصوصي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. النقطة السابعة تداولنا بشأن المصادقة على الاتفاقية حول الاستقبال المشترك لمركز القمر الرسمي للكفايات المنزلية والمنزلة لها لمدينة الصويرة. وقد حظيت النقط الأولى والثانية والثالثة والرابعة بموافقة بإجماع من طرف السادة الأعضاء الحاضرين في حين تم تجهيز البدء في النقطتين الخامسة والسادسة المتعلقتين بفسخ اتفاقية إصلاح وتهيئة الملعب الجماعي واللتان تم إدراجهما مجددا بجدول أعمال هذه الدورة. أما النقطة السابعة والأخيرة المتعلقة بالاتفاقية حول استغلال مشترك لضمان وتزمين كفايات المنزلية والمناديلة لها بمدينة الصويرة فقد حظيت بدورها بموافقة من طرف المجلس. وهنا وقبل الانتقال لسرد جدول الأعمال في هذه الدورة هذه أردت أن أذكر السادة الأعضاء المحترمين بأن ميزانية الجماعة لهذه السنة سجلت عجزاً كبيراً وأننا لا نعمل إلا بقرار السيد عامر وبميزانية منقطعة
بعد أن عرفت نقصا كبيرا في بعض فصولها، لا سيما الفصول المتعلقة بمنح المقدمة للجمعيات، مع المعنى أن بعض الاعتمادات تم حذفها نهائيا، الفصل المتعلق بجمعية الشؤون الاجتماعية للموظفين جماعة الضمانات، وهذا يفرض على المجلس إبناء سياسة العقلية الشوف في صرف الاعتمادات. إذا أمر مباشرة إلى سرد جدول أعمال هذه القوى، فإذا في النقطة الأولى سنتداول بشأن تحويل الاعتماد داخل الجزء الثاني من الميزانية. في النقطة الثانية التداول بشأن إبرام اتفاقية بين مجلس جامعية الضمانات وجمعية الآباء وأمنية التلاميذ. ثانيا الاعتماد الإعدادي حول الاستفادة من الدعم برسم سنة 2023. في النقطة الثالثة التداول بشأن إبرام اتفاقية بين مجلس جامعية الضمانات وجمعية تيسير النقل المدرسة بمجلس حول الاستفادة من الدعم برسم سنة 2023. التداول في النقطة الرابعة بشأن إبرام اتفاقية بين مجلس الجامعية الضمانات وجمعية سيتي بدون مساندة مرضى الحصول الكلوي بإعلان التصوير حول الاستفادة من الدعم برسم سنة 2023. النقطة الخامسة التداول بشأن إبرام اتفاقية شراكة بين مجلس الجمعية الضمانات ومؤسسة الرعاية الاجتماعية ذات طريق التعاون النظامي حول الاستفادة من الدعم برسم سنة 2023. النقطة السادسة للتداول بشأن اتفاقية إبرام اتفاقية بين مجلس الجمعية الضمانات والجمعية الخيرية للمركز الاجتماعي للإنشاد حول الاستفادة من الدعم برسم نفس السنة. النقطة الثامنة للتداول بشأن إبرام اتفاقية بين مجلس الجمعية الضمانات والجمعية الرياضية أدراب حول الاستفادة من الدعم برسم نفس السنة الحالية. النقطة التاسعة التداول بشأن إبرام اتفاقية بين مجلس الجمعية الضمانات وجمعيات الضمانات للتنفيذ حول الاستفادة من الدعم. النقطة العاشرة التداول بشأن إبرام اتفاقية بين مجلس الجمعية الضمانات وجمعيات أحواش الضمانات حول الاستفادة من الدعم. النقطة الحادية عشر التداول بشأن إبرام اتفاقية بين مجلس الجمعية الضمانات وجمعيات تمازير إينو حول الاستفادة من الدعم في نفس السنة. النقطة الثانية عشرة التداول بشأن إبرام اتفاقية بين مجلس الجمعية الضمانات وجمعية مرضى الحصول الكلوي بحقان الضمانات حول الاستفادة من الدعم. النقطة الثالثة عشرة التداول بشأن إبرام اتفاقية بالمشاركة بين مجلس الجمعية الضمانات ووزارة الثقافة والشباب والاتصال قطاع الثقافة لإعداد مكتبة عمومية الضمانات قطاع النقطة الرابعة عشرة التداول بشأن مصادقة على فسخ اتفاقية شراكة حول إصلاح هي المركب الرياضي تماما وملحق اتفاقية مبرمة بين مجلس الجمعي ووزارة الشباب والشباب والرياضة آنذاك مجلس جهة الرئيس التنسفي مجلس إقليمي التصوير والحساب الخصوصي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. النقطة الخامسة عشرة للتداول بشأن فسخ اتفاقية حول إنجاز مشروع إعادة بناء حائط المجاعر الجماعية الضمانات على شكل حائط إلقائي. هاتين النقطتين الأخيرتين راه كنا جبناهم في الدورة ديال شهر جوج. النقطة السادسة عشرة ملتمس إلى السيد عامل إقليم التصوير حول أشغال بناء الطريق الرابطة بين مركز المنار ودوار الدوار والطريق الرئيسية رقم 22 غابتين على مسافة 2.2 كيلومتر. إذن ندوز نعطي الكلمة للسيد رئيس الجهة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة والمكلفات من أجل قراءة التقرير. السيد الرئيس أشرتم في تقديمكم النقطة المتعلقة بالمال السابق للشهر، واسمحوا لي وخا خارجا عن نطاق جدول الأعمال أن هذا المادة الحيوية أصبحت في هذه البلاد عائق للتنمية خصوصا في التوابع، وأصبح نحن كأعضاء هذه البلدية بين المطرقة والسندان فيما يخص الماء الصالح للشرب، وخصوصا أننا الآن السيد الرئيس وهذه مناشدة للجميع المتدخلين في هذا القطاع أنهم يفكروا في التوابع المجاورة للمنام. رحنا السيد الرئيس الآن ولينا بين المطرقة والسندان كما قلت لك. الناس دابا كيقولوا بان جميع جماعه اللي استفادت من هذه الماده الحيويه لطيران الثمانات راه مستفده،
والربط ديالهم دايز الجماعه ديال المنال، والجماعه ديال المنال ما مستفداش. وهذا الشيء حنا راه كنسمعوه الان يوميا، الى درجه السيد الرئيس راه حنا ما باقينش قادرين نتواجدوا مع المواطنين ان شاء الله. وهذه غير مناشده وتذكير ومناشده لجميع المتدخلين في هذا هذه المساله، انهم يفكروا في هذه الجماعه شويه. واسمح لي على هذه المساله. يشرفني أن أتلو على مسامعكم نص تقرير لجنة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والعلاقات مع المجتمع المدني. من النقطة الأولى يتعلق الأمر بجمعية آباء وأبناء تلاميذ ثانوية ثمانية الإعدادية. من النقطة الثانية يتعلق الأمر بجمعية سير قحط مدرسي بومج. من النقطة الثالثة يتعلق الأمر بجمعية سيدي مدلول لمساندة مصدر الفصول الكلاوي لإقليم الصويرة. في النقطة الرابعة يتعلق الأمر بمؤسسة الرعاية الاجتماعية دار طريق التعاون الوطني. في النقطة الخامسة يتعلق الأمر بالجمعية الخيرية للمركز الاجتماعي بالحنشان. في النقطة السادسة يتعلق الأمر بجمعية شباب أرجال ثمناء الرياضية. والنقطة السابعة تناولت الاتفاقية مع الجمعية الرياضية أدراب ثمناء. النقطة الثامنة يتعلق الأمر بجمعية ثمناء للتانكسود. في النقطة التاسعة يتعلق الأمر بجمعية أحواش حاحة ثمناء. في النقطة العاشرة يتعلق الأمر بجمعية تمازير تينو. وفي النقطة الحادية عشرة يتعلق الأمر بجمعية مضى الفصول الكلاوي لححل ثمناء. النقطة الثالثة عشرة تناولت التداول بشأن إبرام اتفاقية شراكة بين المجلس الجماعي لثمناء ووزارة الثقافة والشباب والاتصال قطاع الثقافة لإحداث مكتبة عمومية لثمناء. النقطة الثالثة عشرة تناولت التداول بشأن المصادقة على فسخ اتفاقية شراكة حول الإصلاح وتأهيل وتجهيز المركب الرياضي لثمناء وملحق هذه الاتفاقية المبرمة بين المجلس الجماعي لثمناء، وزارة الشباب والرياضة، مجلس جهة مراكش الأسفي، المجلس الإقليمي للصغيرة، والحساب الخصوصي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وفي النقطة الأخيرة تم التطرق للتداول بشأن مصادقة على فسخ اتفاقية شراكة حول إنجاز مشروع إعادة بناء حائط الملعب الجماعي لثمناء على شكل حائط وقائي المبرمة بين المجلس الجماعي لثمناء والحساب الخصوصي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. في بداية هذا الاجتماع وبعد التأثر من توفر النصاب القانوني، افتتح السيد رئيس اللجنة أشغال هذا الاجتماع بكلمة وجيزة رحب من خلالها بالحضور الكريم من السادة أعضاء اللجنة ومدير المصالح وكل من ساهم في إغناء رصيد هذا اللقاء، وشكرهم على تلبية دعوة الحضور والمشاركة في هذا الجمع المبارك الذي ستناقش من خلاله اللجنة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والعلاقات مع المجتمع المدني مجموعة من النقط ضمن جدول أعمالها أعمال الضوء العادي لشهر مايو 2023 المزمنة عقدها يوم الخميس 4 مايو 2023 والمتعلقة بمايو. أولاً الاتفاقيات المبرمة بين جماعة ثمناء وجمعيات المجتمع المدني بشأن الاستفادة من الدعم برسم سنة 2023. يتعلق الأمر بإبرام 11 اتفاقية تتعلق بدعم وتقديم المساعدة لفائدة جمعيات المجتمع المدني، تم إدراجها بجدول أعمال هذه الدورة والنشار إليها في الجدول كما سألته عليكم بعد. وفي هذا الصدد قام أعضاء اللجنة الحاضرون في البداية لدراسة الملفات والطلبات التي توصلت بها الجماعة من طرف الجمعيات المعنية بشأن الاستفادة من الدعم برسم سنة 2023، وبعد المناقشة المستفيدة التي اتسمت بروح المسؤولية والشفافية من طرف الحضور الكريم، أسفر الاجتماع على موافقة أعضاء اللجنة الحاضرين على مقترح إبرام اتفاقيات دعم وتقديم مساعدة لفائدة هذه الجمعيات مع إحالة تقريرها على اللجنة المكلفة بالميزان والشؤون المالية والبرمجة والممتلكات قصد البدء في تحديد مبلغ دعم لفائدة كل جمعية، حيث كان رأي اللجنة حماية. بالنسبة للنقطة الأولى الاتفاق المبرم بين الجماعة وجمعيات آباء وأولياء وأمهات تلاميذ ثانوية ثمانية الإعدادية
كان رأي اللجنة تمايل الموافقة بإجماع السادة أعضاء اللجنة على إبرام اتفاقية الدعم وتقديم المساعدة لفائدة هذه الجمعية مع إحالتها على اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة والممتلكات من أجل تحديد مبلغ الدعم. هيك واحد ملاحظة السيد الرئيس سيدي بخير كنشوف أنه ملاحظة ما نشوفوش الإعلان ديال الجمعية النشطة حسب ما كانت التحملات في الماضي ما كانش نشاط ديال الجمعية النشطة باش حتى هما عندهم جمع الناس في المنطقة باش يكون عندهم الميزة ديالهم ولا عند الجمعية شي مشروع ولا شي حاجة حتى في البناء في الجماعة باش الناس تنشط الإعلان ديال الجمعية هو الإعلان الجمعية بغاو يأخذوا الميزة ديالهم ولكن ما عرفوش ما عندهمش معلومات ما عندهم اصلا ما تعلموش ما عندهمش اعلام الان باش عرفوا بنرى الجماعه عندهم واحد المجموعه ديال الدعم الجديد نشط في المنطقه ما نعرفوش الى حد لانه اقتصرنا فقط على الجمعيات اللي خدامه وتقدم واحد الخدمه للسكنه ديال الجماعه هنا لا كنهضروا على عطينا جمعيه الاباء ديال تي بي سي المقام الدراسي الحصول الكلوي راه اولى قطاع درنا فيه واحد الجمعيه ياك بالنسبه حتى الموارد راه ما كاينش بزاف بالنسبه للازويه كنهضر على الميزانيه اللي المعتمده يعني اللي اتفقت عليه راه غير القرار ديال السيد عام راه الميزانيه بزاف ما كايناش نهار يكونوا الاعتمادات يجيو يكون اعتمادات وافره راه غنديروا هذا الاعلان هذا نشوفوا لي زارتيك اللي باقي فيهم فلوس غنديروا الاعلان الجديد بالنسبه لدابا خدامين ما هو اساسي وما هو ضروري بالنسبه لدابا ما كرهناش الانشطه ما كرهناش درنا من كل فني طاب غادي يكون الاعتمادات من الميزانيه ديالنا كيما برمجناها ياك اللي كان فيها العجز نديروا الاعتمادات ان شاء الله نديروا الاعلان نعطيو الجمعيات كل بيان سور على حساب كما قلت على حساب واش الجمعيات النشيطه ولا الجمعيات اللي اش غادير عاد كنجمعوا المشاريع اللي عندهم حنا كنقلبوا على شي حاجه اللي بزاف وعلي يكون عندها واحد 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 قيمه مضافه على الجماعه ديالنا ككل دائما في اطار المناقشه اقوى اولياء تلاميذ ثانوي المنار لاعداد صوت زين صوت الاتفاقية يجمع 90,000 درهم دنا صوت يجمع ندوز الاتفاقية الدعم وتقديم المساعدة لفائدة هذه الجمعيات مع إحالتها على اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجه والممتلكات من اجل تحديد مبلغ الدعم. اذا تزويد على الاتفاقيه المناقشه على السماء تقليص لانه من المنحه المعطى العام الماضي في 2020 من 35 الى 30 الف درهم. من شحال؟ من 35 الى 30 الف درهم. علما ان هذه الجمعيه ديال السيد محمد المجي هي الوحيده من بين الجمعيات اللي تتمنى ذلك ديال السيد محمد المدرسي. اللي كتأتي الإصلاحات ديال لندن كما داكشي والتأمين وكل ما يتعلق بالإصلاح ديال الصدر ديال العيلة ديال السيارة علاش بقدر حي بدا 5000 درهم ما هي الجمعية يا 5000 درهم حي 5000 درهم رغم أنه جميع الجميع من 66 تسكيل الى 66 في سيد طلب السيد الله في سيد الخير بشعر بانه نفس العجز اذا ما عجز هما زعما باش ما كانش كان يقول لي انا قلت له العجز هذه العجز لا تنقل التعاون التعاون جميع انا نتمنى ان شاء الله باش المورد المادي باش ندير ديال السلام اللي خدت الله باش يوقفوا بسرعه مشروع 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 يعني اللي قلنا انا شو عطيني الذي كذب الى في بدات الذي بدات في سيدنا ديما هذا هو الاشكال ديما في موارد الاولى اللي كان الاشكال فعلا بين
يعني الذي الإنسان الخارج الديانة صوت الدين مجتهد دينا على اعتبار المسائية إلا أنه موزن مع هذا أرحت الجميع نفس الجميع الخارج الذي عند هذا النيترون سبور ما كنا بفي ولا بفي نعطي مدينة مجتهد ولا حفي لا نعطي مدينة مجتهد إيه هذا التعامل إن هذا في اعتبار مسائل من كثير دونها جميع الفرحة في المجتمع إصلاحات السائق وإن كانت لها الجمعية عندها تبدي أنزل الجميع لهذا إحنا نقول بأنه مصنع مجمع ليش؟ هذا ما نفيت ما يوقفش مخصوش يوقف ليش؟ بيت واحد الشريكة واحد الشريحة للناس اللي يستخدمون وانتقلوا إذا انت يصنعوا يصنعوا الدراسة ديهم لأن الجواب بحاول المجاهدين تحتيه بالفعلنا بحاول المجاهدين مرة الإصلاحة كذلك إحنا في إطار الاتفاقية مرة الإصلاحة كذلك الجماعة الجمعية لأن سئل رأينا في اتفاقية مرة بينهم كذلك الجمعية إلا أنه نظرا عود ثاني نفس اسمي نظرا الاعتمادات المقصودة والمعتمدة والمقبولة كيف تسمى المقبولة الاعتمادات المقبولة اللي تتطور هذا هو اللي خلانا نعطيه هذا الاعتماد تعطيني جمعية تقولي هذا حيث باش نطلع على المدرسة مدير الجمعيات دابا راه كنهضر تقريبا كنهضر عليها في واحد استفيدة تقريبا واحد المباراة ديال استفيدة كلهم الجمعيات الاجتماعية يعني هذا الشف هذا اللي كنلقاو فيه هنايا هو اللي كيسمح اذا الاعتماد اللي مفتوح لنا هنايا اظن انه شي 100 مليار درهم هي اللي عندنا في الماء هي اللي كنعطيو منها لمجموعه من الجمعيات ولو انه كان شي حاجه زايده كاينه نعطيو هذا الجمعيه ديال بونجي اللي كتحمل هذا الناس بالنسبه لداكشي ولدي قال لك الجامعه التوفير وثائق راحت للمجلس الامين إلا إذا إحنا الجميع كنا شيء كامل كنا هذا تسيب شيء كامل عندنا يعني ما لأنه ممكن يقدر شيء ما يقدر يفيد ولا مش كل شيء مورد فرع ما عندش مورد فرع ما عندش مورد ليش ما عندش عزيز ولا بس شو ولا ما كان مش مورد فرع كذا دعم الجماعة وكذا شيء كذا شيء كذا من الجميع ولكن شو اللي كسر زين ليش يعني شو معك أنا أمس هادشي اللي كنا كنقولوا شي حاجه كثيره ديال الناس راه مازال الجمعيات كاين اتفاقيه زي ما نقول مع الجمعيات الاخرى الجمعيات الابويه كنا الجمعيات حتى هي تدخل في هاد الميكانيزم هي راه عطيناها ولكن دابا نجي نقول ما كاينش البال ديال الزمن ديال التلتزم تاع الوالدين ما عندناش منين نزيدو ولكن عاد دابا عطاو لهم واش بغيتو صوتو هنا واش بغيتو صوتو هنا لا في اطار اللي خاص الصدرات وإذا أردنا أن نضيف هذا المخصص الغريزات هذا المثل فكي هم مشغل دير دارة مجالية التنانة كي هم دير السياء العامل وبيع من دارة إبراهيم الحمول إلى الحمول كانت تتشنع أما في قناشية ما كي يحرك واحد زي ما لا تعرف كي تعود ما كان يتشبيه ترى زعما في جانس زعما يعود كل زعما وريد يدي يعود زعما يتلقي يعود زعما تصير شيء الجزء كده تسيار يا جماعة خاصكم تقلبوا على مواضيع أخرى باش ما يوقفش داك الترونسبور داك الترونسبور بسميت ما نسمي معايا إلا أنا واحد الاتفاقية بيناتكم ما هي هي جمعية تسير نقل دراسي هي اللي كانت تسير دابا مزيان سميتو نقل دراسي بسميت واحد الجمعية هي أكابوش هي اللي عندها بناء على اتفاقية اللي تقوم بالمبادرة والمعايير المشاريع اللي عطات فيها كان عقل مزيان اللي عطات فيها الجماعة واحد 10% عطات فيها الجمعية 10% وعطات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 8% الجمعية ديال موجي عطات سير ديال هذا المرفع بين أنا الاتفاقية ولا ما توصلنا بهذا توصلنا وراسلنا
كيف هذا إلى هذا الرفع باش يبقى المهم أنه يتسيل أو باش يبقى يبقى من المميزة ديالي أعطينا 35 مدد هذا عام هذا ما كاينينش هذه مدد نقصوا شي واحد آخر داك الشيء اللي كنعطيو حنا كنا نديرو المساواة يعني إذا أنتم كجمعية هاد 5000 درهم ولا 10000 درهم ولا 20000 درهم اللي غاخصك راه خصك تخلى منها من بلاصة أخرى واش غادي نسألك سؤال 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 واش النقد الدراسي راه مسامتين 25 و 900 درهم مزيان هاي و 500 درهم اللي عندكم هي 6000 و 900 درهم مزيان ولا جي المصاريف راه كاين 8547 درهم دونك يجب عليكم صحيح الجمعيه هذه 35000 30000 زائد اللي سميتو يجب معكم هي ترشيد هذه النفقات ديال الجماعه كيما كدير الجماعه ديال الجامعه كيما كدير هذه الجماعه هذه كترشد النفقات دابا هذا الشيء اللي كنديرو ولا هذا الشيء اللي كنهضر عليه انا وياك خصكم ديروا حتى اليوم تشوفوا شي حاجه شي بلاصه ياك وترشدوا وتشوفوا تخلوا على شبكه اخرين راه كيخدموا في هذه الجمعيه كتخدم واحد المنفعه ديال النقد الدراسي خاصنا نتكلموا على موارد اخرى ولكن السبب اللي خصو هو المساواه في الفرص باش كتقول انتما الالتزامات ديال الجماعه واش دابا تجي يقول لي راه ما يمكنش لينا حنا نديروا لك لو في ديالك انت بسميت الجمعيه ديالك باش نخلصوا لك ما يمكنش هي السيرة ديال الجماعة هادي شي واحد اللي بعثو كيما تهمو ما كاين حتى حدا ديال الجماعة راه ما كاينش حتى ديال الجماعة كثيرة هي كتسير حتى ديال النقد الدراسي حتى هي عندها الصواعق ديالها على داك الفيديو ماشي السيد الرئيس غير واحد تسميح اثناء المناقشة ديال تقديم الدعم لهاد الجمعيات واثناء الدراسة ديال الملفات داخل اللجنة راه مشينا بعيد السيد الرئيس في هذه المسألة وما تلاقيناش الحل من غير هذا راه مشينا لعدد الكيلومترات اللي كيضربوا هاد لي ترونسبور سكولير غير الطريقه ديال التمكان كان ودنا اننا نزيد شويه د المنحه لهاد الجمعيه ولكن انه الاعتمادات كانوا ناقصين ما عندناش الاعتمادات اللي كنا برمجنا في الشهر 10 لان حنا درنا الحل في الشهر 10 ولكن جاءت الظروف انه الاعتمادات المقبوله ما تكونش عندنا 100% وقد عندنا هذه الاعتمادات مشينا بعيد اثناء الدراسه داخل اللجنه ولكن اشد مشينا للكيلومترات اللي كيقطعوا لي ترونسبور سكولير ثلاثه في هذه الجمعيه وشحال د المازوت كياكلوا راه تقريبا خمسه ديال المرات اللي كياكلوا ترونسبورات سكولير المازوت ديال الجمعيه ديال الثانويه الثمانه مقارنة بسميتو بالنقل المدرسي المكلف بومجي مشينا لعدد التلاميذ اللي كاينين مشينا للطريقة ديال التدبير ما لقيناش الحل ما لقي والله واش كنسمعش اللي غنتناقش غدا داخل اللجنة السي أحمد ونور نسير أنه من طريقة نفتا طرحنا هذا المشكل مع السيد المدير بالمصالح أنه نمشي نتكلفوا بسميتو داخل اتفاقية بالبنوات ولا هادشي راه لا لا شاء الله اللي هو حنا كنا جالسين داخل اللجنة انه نتكلفوا بالبنوات نتكلفوا بسميتو بالادارات ولكن تلاقينا المشكل انه راه ما يمكنش لانه الفيكي ماشي ديال الجماعه ديال الجمعيه كيفاش غنصرفوا ليه اسميتو اسميتو ولا خصنا غير 10000 درهم ولا 5000 درهم للجمعيه الاخرى راه هي غير ما حاضرش الممثل ديالها نفس الشيء اللي كتقول لك اودي الا نقصتوا لي انا درهم اجيو نتكلفوا بالامور ديالكم دبروا معاها راه حتى انا غير كنعاني هنا اظن انه نقاش نعرف هذا الكلمه ما حنا راه ما كانش عندنا مشكل مع القران غنمشي لك تقيل من نسي الجمعيه بس هما اللي كانوا ديال الكيلومترات تقريبا الميزه مش كتبدا الموضوع بس هما اللي زيد
تكون نادي بيسنا إلى جهة هتكون نحبو هاي نادي الجمعية لازم يكون سواح يتخاص تينا رمك شباب لا لازم نزل بلاد مويدة الناس لازم نزل 44 درهم 44 درهم باقي العمر دا يكمل ما شاك تشوف إذا العائل العائل هذا في قوتي بلينا ماشي دلو دا ايوه شنو كاين واش هنايا راه ما عندناش كي نديروا ليه باش نحيدوا في هذه الجمعيه الاجتماعيه يعني راه الى حيدنا ديك الجمعيه وعطيناك انت هذوك غيقولوا لك ودي راه ناقصنا من الفلوس يعني عطينا المساواه ولا هما وسع النظر في تدبير هذا سميتو وتنتوما ديروا ديك القضيه اللي قلت لك قبيله ديال ترشدوا شويه النفقات ديالكم راه ديالكم هذاك الطوموبيل واش فيها ايمروج نادي زعما السيد ديال السيد ايمروج ديال زعما تيعمل الجامعه ديال الدعم الجمعيه ها هو الدعم واش خصك من الدعم يقول لك دابا هذه السياره وليس السياره سبع وليس زعما السياده ما عندناش ولكن كاين خمسه الدوره المهم هو مشكورون عليه وشكون قال لك ما كديرش الدور؟ تقوم من واحد الدار جبار غير هو خاصكم مازال تزيدوا واحد الادوار اخرى باش تشربوا مصادر اخرى ديال سميتو واحد الساعه بها من هذيك الشيء من الامر يمكن فيها كان ترك عليها هذه هي بما لا نقول لها هذا سميتو الا انه الحلقه ديالكم السعر تسمح لي ماشي بارعه فيها شويه ديال المزايدات فيها شويه ديال سميتو راه ما بين يدي حيله انا كون كنت بلاصت غنهضروا بهذا سميتو هذا ونحيد من راسي واحد التفكير اللي ماشي هو هذاك سلبي بانه احنا ما خرجناش نعطيو حيد اذا حيد ما كندخلوش فيهم الوداد ما كندخلوش فيها النقل الدراسي ما كندخلوش فيها واحد القطاع اللي ضروري الاجتماع لا نحيدوا ديك السلبيه ونهضروا بالواقع والله سيدي يكون شط هنا الفلوس ما نخسر شوف اسمح لي كنهضر والله سيدي يكون شط هنا الفلوس انا كنحلف والناس اللي قاموا بهذه الاشغال ديال هذه البنيه هذه والله الا هما واخد على انا ما حضرتش لهذا الشيء هذا ما حضرتش هذا الشيء ديال الجنه ديال سميتو الجنه ديالي خدمات وسميتو والله كون كان الفلوس تنزيدو وكان بني يتلعب الفايده الزنا اللي كان الفلوس ديك 5000 درهم عرفتها ما قداش كان فرق بين الجمعيه اللي كتسيرها والجمعيه اللي كتسيرها وان شاء الله اخويا ملي كنكون عاوتاني البريك يكون الاعتمادات والله نزيد نزيدو وما نزيدوش الاخرى نقولوا حنا قالوا لنا راه هاد الثلاثه هذه هي اللي خاصنا نزيدو غينطا حنا ذاك المرفق صاهرين عليه وواقفين عليه هو ما عرف شنو واخا نبداو نجمعوا ليه نكوتيزيو ليه حنا نكوتيزيو ليه ذاك المازوط باش غيجي ونكوتيزيو ليه حتى البنوات باش غيجي ولكن هذه جمعيه وحده جمعيه ثانيه راه الجمعيه ديالكم ديال الاعلام بومجي كنعرفوا الاهداف ديالها وهذه الجمعيه ديال النقل الدراسي راه كنعرفوا الاهداف ديالها دونك خصو يكون واحد الانسجام بيناتكم مادام هذه خدات ترونسبور سكول اللي خدات هي وعطاتو لهذ الجمعيه راه خصنا نشوفو الموارد ديال هذه الجمعيه هذه ونهضرو على هذا سميتو هذا باش المرفق يتمشى ويكون واحد المرفق اللي كيخدم واحد الوقت كيخدم على الساكنه ديالو انا هذه النقطه ديالي عندي مازال ما نضيف فيها هذا سميتو لا اسمح لي السي كيمشي لها ترونسبور سكولات اربعة المرات ولا ثلاثة المرات في النهار حنا الدوائر ديالنا السيد الرئيس راه كيجي الدري غير الصباح اسمح لي وما كيدخل للدار ديال وصابري صابري لانه عارفين انه هنا فلوس انا لك واحد الافكار السلبية لا ما لا لا سير الرئيس هو انا باش نقولوا صوتو صوتو جينا نفهمو جينا نكونو سويت على الاتفاقية الثانية اللي هي تسير نقل دراسي فمشي نصوتو على مبلغ الدعم اللي هو 30000 درهم مبلغ الدعم اللي هو 30000 درهم صويت يجمع النقطة
اللي كيعانوا من هذا المرض عافانا الله وعافاكم. اذا المصدقه على الاتفاقيه راه تقريبا عندنا شي ايه هناك مناقشه عفوا كاين وقيلا شي بنيه ديال الناس كيمشيو دابا عندنا الناس لانه دابا في الظروف ديال التغذيه الصحيه هذا الجمعيه ذاتها راه كيستبدلوا الناس في الصحه الخاصه. اذا المناقشه مناقشة الجمعية في هذا الارتيكل هذا كنا كنعطيوها 50 ياك عطيناها هذا عام 30 عندنا جمعية محلية ثانية ياك 30 ألف درهم لجمعية الرسول الكرام بدع تصويت يجمع مؤسسة الرعاية الاجتماعية للطالب هذه المؤسسة اللي كتكوي مجموعة من الطلبة سواء نصف منحة أو منحة كاملة تصويت على الاتفاقية تصويت على الاتفاقية مسؤولكم يجمع مبلغ الدعم هو 170,000 درهم 17 مليون 170,000 درهم كما اذكر دائما انه راه هاد الفلوس هادو اللي كيتعطاو راه دابا يلاه جوج جمعيات كيتعطاو في واحد لاقي اللي هما ديال الحق المدرسي اما الجمعيه ديال سيدي مبدود راه صدر بوحدها مؤسسه الرعايه الاجتماعيه صدر بوحدها يعني دوك الفلوس اللي كاينين لا صدروا هي وجمعيه الجمعيه هي وياها دونك تصويت على مبلغ الدعم الى المناقشه 100 ولا يرجع مع 12 ولا يرجع عاود ثاني يكون دومي بونسيون تكون نصف منحه ويستافدوا من هنا يجيو الوليدات يدوزوا القرايه ديالهم راه غتكون واحد النقطه اخرى جايه في جدول الاعمال ديالنا ديال هذيك ديال 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 باش الوليدات يلقاو واحد الفضاء ديال الكتابه باش يلقاو واحد الفضاء فين يدوزوا الوقت ديالهم الا ما كانوش عندهم دراسه يعني هذا يديروا دي بونسيون في الخيريه ياك هذا اللي دار نشجعوا على هذه القضيه هذه باش نرفعوا كما قال السي احمد البيهي نرفعوا شويه ديال الفلوس على المصاريف على هذيك الجمعيات ديالنا في المدرسه. إذا المصادقة على مبلغ الدعم 17 مليون تاع الطريق يجمع. ندوزو النقطة الخامسة ديال المركز الخيري الاجتماعي ديال الحجاب اللي كيعاون الناس المتخلى عنهم اللي يفوت عليها ديال تصويت على الاتفاقية كما صويتم يجمع هو 10,000 درهم ما عندك مبلغ الدعم هذه قليله شويه ولكن ما بين يدي حيله حيت داك السطر ديال التعاون الوطني دار فيه 170,000 درهم 170 كنعطيوها الخيريه و10,000 كنعطيوها هذا ما ذهبنا على ياك السهم في ثلاثه ديال ندوزو تصويت على المبلغ ديال الدعم تصويت اسمح لي يجمع اذا المصادقه على هذه الاتفاقيه ديال شباب الاركان اتفاقيه مناقشه مبلغ الدعم اللي هو اللي هو 170,000 درهم
170 ألف درهم. يا سميتو غنديرو أنا مقترح من عندي نديرو 160 ياك. الجمعية عندها شوية ديال التصاور معاهم، عندهم شوية ديال سميتو ديال الفائض، غنديرو 160 هنا رغم المجموعة ديال المصاريف اللي كتسميتو. عندنا جمعية أخرى نشيطة هنا، كاين واحد التوافق هنا، درنا واحد التوافق بين الناس، ماشي ما خصناش نعطيو ما خصناش نعطيو، لكن التوافق بين جوج ديال الجمعية. الاقتراح ديال هاد اللجنة إلا أنه هذه المقترح مسكية، راه ما كانت حتى شي حاجة، غير شفت أنا هذا الموضوع هذا، راه ما كنبغيش نعطيوهم أكثر، راه ما كنعرفش هاد الجمعية، ما كنبغيش نعطيوها لا 50 مليون، لا 60 مليون، لا 70 مليون، لا 100 مليون. والشحن الرياضي الحمد لله راه عندنا في البلاد، راه من وراء الانتصار ديال سيتو ديال المنتخب الوطني، راه كانت واحد 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 الايجابيه في هذا الشيء. ما كرهناش نزيدو اكثر، ولكن راه الاعتماد هذا سهل، الاعتماد هذا سهل، راه ما طبق القانون الداخلي. كنا نهضروا هنا، جينا باش نهضروا على هذا الشيء، ماشي ماشي كل واحد يبقى يهضر بواحد في بلاصه ويقول داك الشيء وين شنو غلطات ديالو. نجيو لهنا ونناقشوا، هنا فين غنناقشوا هذه المسائل هذا اللي يا سي محمد، المجتمع المدني والناس كلهم باش يتعاونوا مع هذه الجمعيات. شكرا لك سي احمد، حتى هو الغنى ديالو هذا راه نقاش صحي بيننا. ناصر باش ولد ستيفن في البدايه ودا مصروف 60 الف درهم من الجمعيات فيها. جميع شباب يوستيل درهم صح؟ يوستيل درهم سويت؟ ايش؟ جمعية رياضية حتى هي كتخدم في كرة القدم. اللجنة كذلك وافقت على إبرام الاتفاقية مع اللجنة. إذا النقاش المناقشة المناقشة دائما أداة رياضية. درنا اللي صوت على الميزانيه هنايا، صوت على 25 مليون، كان واحد الاتفاقيه قبل صوتنا عليها ديال 20 مليون للجمعيه ديال شباب اكاد ديال الرياض ياك. ملي جاو لينا الاعتماد المقبوله فيها 200 الف درهم، 200 الف درهم 20 مليون، هاك 16 عطينا هذه ياك، هاد جوج الجمعيات هادو عطيناهم 20 20. انا لا انكر انه الجمعيه ديال شباب هركان ولا الجمعيه الطبيعيه ديال هذا كلهم راه كيقلبوا على ما 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 سميت جمعيه الادران الرياضيه، راه ما عمرنا دعمناها تقريبا من 2017 وقيله ولا 2018 ياك، راه ما عمرنا دعمناها، ولكن هي هي اللي غادي تدير لنا حافل ديالها. راه الخدمه تطوعيه، خصنا نخدموا بلا الا كان الدعم، وهذاك انا كنحيي هذوك الشباب على الصمود ديالهم والوقوف ديالهم. ما عمرنا قلنا الا انه دائما اللي كيكون عندنا هو الالتزامات ديالنا ديال الجماعه والميزانيه اللي كتكون عندنا في سبيل. ملي شفنا جمعيه شباب اركان دارت شويه ديال الفائض، خدموا شويه، داروا شويه ديال سميتو، داروا شويه ديال وقلبوا على شركاء اخرين، ديما كيديروا داك التكييف التيران، ديما كيديروا، كاينه موارد شويه شويه ياك، رضينا باش نعطيو هذه 20000 ونعطيو الجمعية أخرى رياضية، يعني راه 21 مليون هي اللي قسمناها 16 جوج جوج هي 20، صافي سالينا، راه غنقدر نقول لكم نعطيوها حتى 50، ولكن راه الاعتماد ما عندكش وما يمكنش يديك تحويل من هنا لهنا لهنا لهنا. ديروا فرقة واحدة ولكن مزيان، الناس كلهم ها كل واحد يشتغل في سميتو ديالو، كل واحد بالكفاءة ديالو، كل واحد بسميتو، ونشوفوا هذه المسائل. ما عليناش، حنا الجماعة ديالنا كنوفروا داك 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 النقد اللي عندنا على حساب سميتو، كنوفروا للجمعيات الرياضية كلهم، اللي قال باغي النقد هذاك كنعطيوه في انتظار إن شاء الله النقد الرياضي.
لهذه الجمعيات ومسائل أخرى. عشرين ألف درهم. نصوتوا عليها ولا باقي نناقشوها؟ يلا نصوتوا على هذا 20 ألف درهم هذه. ولا دري ديرها ربي. الاتفاقية الله يجزيكم بخير. الموافقة بإجماع الصدر أعضاء الإجماع على إبرام الاتفاقية مع إحالتها على اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والضمان والممتلكات في تحديد المبلغ. المبلغ تاع 20 ألف درهم عوض على 10 ألف درهم إذا تصويت على الاتفاقية المناقشة ديال الاتفاقية المناقشة كاين شي مناقشة؟ اتفاقية مصوتين عليها؟ صوت يلا أنا مصوتو صوت في صوت الإجماع؟ لا هي الإجماع لا الجماعة عوض تلتزم الجماعة بثمن بتقدير أعمال جمعية الثمن بشكل صدق يقدروا ب 20,000 درهم جينا الجرم اذا نعاود التصويت على الاتفاقيه نعاود التصويت على الاتفاقيه المصوت هو تصويت على المبلغ ديال 20,000 درهم تصويت صوتنا على الدعم 20,000 درهم جمعية الاتفاقية رقم 9 جمعية أحواش حاحة ثمنة رأي اللجنة موافقة اجماع السادة أعضاء اللجنة على إبرام الاتفاقية مع إحالتها على اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة والتركيز في تجديد المبلغ اتفاقية اتفاقية حسب حساب مبلغ الدعم اللي هو 8000 درهم زيرو ماشي واسع مناقشه شغل ملي راه 8000 درهم راه اذا شفتو عندنا واحد اميرو عرفتني هذا راه فيه هذا الارتيكل هذا فيه هذا الفكر هذا في الموسم ديال سيدي سعيد شالي التعبير مناقشة صوت صوت مصوت الإجماع جمعية تمازية تينو رأي اللجنة الموافقة بإجماع الصدى أعضاء اللجنة على إبرام هذه الاتفاقية مع إحالتها على اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة والممتلكات من أجل تحديد جمعية تمازية تينو بحكم أن هذا التمييز له مشي له مشي لما تبغى شركة جمعية تبغى جمعية نشيطة ناس تري متقدمين ناس تري سريعة ناس دور رئيس مصر شباب زما مش شوية صراحة بس نقول في المسألة جمعية جمعية حتى جت غمست مالا مش حتى انت الدعم تقدم لنا تقدم ديجا سكنت الدعم قدمت دروس تقوية الدعم يدري يوم نسمح لهم جمعية قالوا مريض زما مش كان جد جمعية صراحة استحق الدعم استحق زين في الوقت عم يزرع كتير كتير قليلة روم جمعية لا زين صراحة الله صدق ما راضي نفع عليهم صراحة الله العظيم إذا ديما كان طوع لا تمنى عامة ماشي عطينا الواحد فيها خرج ديا من هذا من هنا زين ما بغيتش تكون الهضرة ديالك فيها واحد سميتو باش نخلقوا واحد الخلافات بين الساكنة ديري هنا هاد الناس هادو كيخدموا بصفة عامة كلشي جمعية ديالكم ولكن معايا الساكنة كلها هنا فهاد سميتو كنخدموا الساكنة كلها صافي مزيان يلا ندوزو نصوتو بعدا نصوتو اتفاقية اتفاقية ومصوتكم إجماع. بطاقة المشروع. ليس حق الشيء عشان تنفجر في الناس.
نفمي درهم ياك ديال 6000 درهم علاش تكون 5000 باش تكون شجاع صافي مزيان مزيان زين يمين خاصو تصدقوا بهذا الشيء المناقشة أنا ومجموعة الإخوان رؤساء الجماعات المجاورة دي من أمراض الجماعات المجاورة في جماعة إلوه دلوب من دول يقيمون من دول جهوية دارة الثقافة والشباب والاتفاق في بعض الثقافة من أجل يحدد رمشي بنا يحدد حيث الاتفاق غير يخشيه نشوفوا شي مرفق في مرفق مهرجان ياك وقريد المهرجان ونديروا التجهيز ديال هاد ديال هاد ديال هاد المكتبه هذه اللي غتكون مكتبه في مواصفات ان شاء الله حديثه علاش؟ حيت هاد الوليدات هادو اللي ما نهضر على وقت مثلا ملي كيجيبهم ترونسبور الصباح وكيكون داخل مع الثمانيه مع العشره عدد الثاني عنده يكون مع وحده ولا مع جوج ذاك الوقت بعوض ما يمشي لا سميتو يجي يدوز الوقت الفراغ ديالو في هذا في المكتبه بالاضافه الى الاوقات الاخرى اللي كاين الفضاءات الاخرى اللي كاينه في المؤسسه التعليميه هذا هو التصور ديالنا راه يعني راه يكون واحد المشروع اللي نقدر نسميه بين جماعات اللي غيجمع الجماعات كلهم اللي كيوافدوا المليات ديالهم على هذا المركز ديال جماعه كرمان المناقشه المشروع كان في المصالحه مزيان و12 عام إيفو المرافق الصحية إذا كاين واحد الفضاء تما للمواليد الأقوى شنو باخو ديال المغرب العربي ديال المواليد الأقوى ديال أفريقيا كاين واحد الفضاء تما كبير اللي نقدروا نشوفوا واش نستقبلوا في هذا الإطار هذا كان في الشارع المصور غادي يصير بالإلزام الطرفين نعم الميثاق المبرمة بين المجلس الجماعي للمدار وزارة الشباب والرياضة مجلس سيادة مهاجر حسبي مجلس الإقليم للصغيرة والحساب الدروس للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. إذا هذه النقطة 14 للأسف هذا هو 14 اللي بدات في 2016 صدقنا بهذه المجلسات وفي هذه القرارة هذه باتفاقية شراكة لإصلاح وتجهيز المركب الرياضي. اللي كانوا فيها خمسة شركاء جماعة المناخ وزارة الشباب والرياضة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الجهة والمجلس الإقليمي خمسة ديال الشركاء اتفقنا باش نجمعوا واحد توقع اتفاقية إلا أنه في هذا سميتو كنهضروا اللي مشات باش تداول عليه في 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 إحدى الدورات ديال 2018 ديال مجلس الجهة اللي كان وقع قلنا راه هذا تم الإشارة في الديباجة لواحد الملحق ديال الاتفاقية لواحد الاتفاقية سابقة اللي هي شنو هي؟ هي اللي غنجيو ليها في 2015 هي اتفاقيه ديال انجاز مشروع اعاده بناء الحائط ديال سميتو حيت كانت عندنا المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. تم المصادقه عاوتاني على واحد الملحق ديال الاتفاقيه. صادقنا عليه هذا الملحق ديال الاتفاقيه صادق عليه الجميع عطات الجماعه وفرت الاعتماد ديالها اللي هو 100 مليون. الشباب والرياضه انا ذلك كانت فيها الشباب والرياضه عندها 100 مليون ديالنا عندنا خديناها من عندها
في المصالح ديال الجهه ملي راسلوا وزاره الداخليه عطات وزاره الداخليه مجموعه من الملاحظات كتقول بانه هذه الاتفاقيه هذه يشوبها مجموعه من 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 النواقص. اذا كنا خدامين على مشروع اتفاق مشروع واحد اتفاقيه اخرى واحد اتفاقيه ملحق باش نصلحوا هذه المسائل هذه. بما جات هذه الانتخابات هذه ديال 2021 وتبدلت المعالم ديال هاد الناس هذا وزاره الشباب والرياضه ولات الرياضه بوحدها والشباب مع الاتفاق مع الثقافه والاقتصاد الحساب الخصوصي ديال المبادره الوطنيه هو تسد يعني ما بقاوش مثلا الشركاء باش نديروا هذه الاتفاقيه هذه اذا نرضى المجلس باش نتفقوا على الفسخ ديال الاتفاقيه في انتظار نشوفوا صيغه اخرى باش غنحاولوا ننهيو الملعب ديالنا هو الاشاره بانه كاين وعود من طرف جميع الملكي لكرة القدم بانه راه غيتم التعشيب ديال هذا الملعب هذا في انتظار نصل على ثاني اعتمادات حنا هذا الفلوس دابا راه عندنا والفلوس ديال الوزاره الاخرى ديال الشباب والرياضه حيت من عرضتهم دابا واش الشباب والرياضه واش الرياضه ولا الثقافه ولا الشباب اذا غنشوفوا هذا سميتو غيكون شي ملحق اتفاقيه اللي غنبداو فيه الترميم ديال هاد سميتو ديال الكرافا وهذا ديال المعنى. اذا هاد الشركاء علاش تم الفصل ديال الاتفاقيه؟ حيت واحد الحساب الخصوصي للمبادره الوطنيه التابعه للتجربه العسكريه كان جاري ما بقاش هو سدينا راه صدقنا عليه في حال الدوران فاش سميتو سدينا ذاك الحساب وايضا وزاره الشباب والرياضه مازال ما عرفناش شكون القطاع يعني القطاع الرياضي اللي غنمشيو عندو كيفاش هي الصيغه اللي غنخدمو معاها بانه راه شدينا فلوس يعني خاصنا واحد المجموعه ديال الشركاء هو المسؤول كل الوقت هنايا اذا فسخ الاتفاقيه في انتظار عرض اتفاقيه اخرى من اجل الهيئه ديال هذا الملعب ان شاء الله باش ما نبقاوش ديما واقفين في هذه الاتفاقيه وما كان وصول ديال الملعب من طرف الجامعه الوطنيه الملكيه لكره القدم يكون ان شاء الله تبرمج في البنيه التحتيه ونكون نشوفوا على ارض الواقع ان شاء الله بحول الله. مناقشه. اذا ايش كنتي باقي خدامي في اطار الملعب هذه 2014 بين هذا بين الجماعة ديال المنال والمبادرة حساب خصوصي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية آنذاك إذا نفس المشروع نفس الفيديو عبارة عن الحساب الخصوصي ديال المبادرات يعني كان وقيلا المبلغ الموصول للاتفاقية هو 24 مليون 24 مليون الرئيس بشكل على حسب الفسخ ديال هذه الاتفاقيه. هذا الملعب هذا ويتأهل هذا الملعب هذا باش يكون هو واحد درنا واحد المحاولة إلا أنه هذه المحاولة راه دراني طول هذا المدة الزمنية حيت فيها بزاف الشركاء وكلهم الأغلبية ديالهم مجالس جماعية مجالس ترابية ياك اللي كيخصو التصويت يعني ماشي قطاع خارجي القطاع الخارجي ديالو كاين القطاع الوسيع هذاك اللي هو وزارة الشباب والرياضة سميتو راه كيخصو الاعتماد ديالهم من بداية السنة هنا انه راه يلا هذه الايامات سميتو راه تعطيو مجموعه من الاسئله في البرنامج على هذا التعطل ديال هذا الملعب هذا ياك ماشي نقولوا التعطل ديال الملعب راه تعطل وحنا كمجلس الا كنقول لك اودي راه الشباب والرياضه راه ولات دابا الرياضه تلعب قطاع التعليم
ولات دابا الشباب تبع القطاع الثقافه وسميتو شكون معاه من غير مازال ما بقاش دابا القطاع اللي كان عطاك الفلوس ما بقاش مازال شكون هو؟ عرفت ماشي القطاع الشباب القطاع الرياضه قول لي نعاون هذه الاتفاقيه اللي كانوا ديروها انا ما كنتش واختصاصات ومجموعه ديال المسائل اللي كنشوفوا دابا كيقول لك مثلا القطاع الرياضه بالنسبه للبناء ديال الملاعب انا ما عنديش راه كاينه جمعيه ولا كاينه مؤسسه اللي كتلفت البناء ديال 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 سميتو كاينه الجمعيه الملكيه ديال كره القدم كاين بزاف ديال الناس كنت عن المدير الصغير حول أشغال بناء طريق الرابطة بين مركز المنال والوارد الوارد والطريق الرئيسية الطريق الإقليمية الجميع الطريق الإقليمية رقم 22 على مسافة 2 كيلو كسد من الدراسة اللي بقى عندنا مازال ما داش لذلك من واحد من بين الطرق اللي دارت لها دراسة ومازال ما تنزل حيت اللي كيطار بانه الا درنا شي دراسه اللي كدير دراسه ياك كنشوفوا لو مونطون كنشوفوا القيمه ديال التكلفه ديال المشروع راه الا ما دارش المشروع كيتسمى مشروع متعطل الحمد لله مجموعه من الدراسات اللي دابا كتسميتو هنا هذا المشروع هذا يظهر لي شح الميزانيه ديال الجامعه الوفاء مقرون بأصدق مشاعر تعلق المتين بأهداف العرش العلوي المجيد مولاي صاحب الجلالة إن رعاياكم الأوفياء ساكنة جماعة تمنى الإخوان الصورة ليغتنمون هذه الفرصة ليرفعوا إلى مقامكم معالي بالله هيئة الولاء والتبريك والإخلاص مع الدعاء لكم يا مولاي بدوام الصحة والسعادة وإننا يا مولاي سعداء لما حققه المغرب من تقدم ورقي ونماء في ظل عرشكم المجيد مما جعلنا نشعر بالفخر والاعتزاز بإشعاع سياستكم الرشيدة وجهود جهادكم الحميدة والتي تسعون من خلالها إلى تحقيق سعادة شعبكم ورقيه وازدهاره في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية حفظكم الله يا مولاي بما حفظت به الذكر الحكيم وأبقاكم ذخرا وملاذا لشعبكم وأدام على جلالكم نعمة النصر والتمكين وأطال عمركم وسدد خططكم وأقر عينكم بولي عهدكم المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير المبجل مولاي الحسن وشقيقته الأمير المصونة لالة خديجة وشد أزر جلالتكم بشقيقكم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سمع مجيب والسلام على المقام العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته حرر بثمانات في عامين 2023 خادم الأعتاب الشريفة مناهض الضوء رئيس المجلس الجامعي بثمانات إقليم الصويرة